السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس. أسعد الله أوقاتكم جميعا أعزائي الطلبة. راح نستكمل معكم إن شاء الله كما وعدناكم الحديث عن الدرس الثاني من الوحدة التاسعة. Today إن شاء الله we're going to discuss the reading passage. راح نتكلم عن فقرة الدرس الثاني من الوحدة التاسعة. Also is talking about sport. أيضا تحدث عن الرياضة زي ما انتم شايفين. The pictures, all of them, all of these are sports. كل هذه الصور عبارة عن رياضات. At the beginning, we're going to explain as usual the new words. رح نناقش مع بعض الكلمات الجديدة ونعطيكم نبذة سريعة عن النص. طبعا before we start talking about the text, خلينا نشوف هذا اللي هي الصور. Will which of these sports are included in the Olympic Games؟ أي من الرياضات التالية مدرجة في الألعاب الأولمبية؟ طبعا included معناها مدرجة. طبعا جايب لي بعض الرياضات: synchronized swimming السباحة المتزامنة أو الرقص في الماء، speed walking المشي السريع، طبعا baseball اللي هي لعبة البيسبول أو الكريكت، طبعا بعد هيك الجولف، لعبة الجولف، راجبي 7 كرة القدم الأمريكية، سكواش طبعا اللي هي سكواش تشبه هي زي التنس لكن ليست مثل التنس الأرضي والطاولة. خلينا نشوف مع بعض الكلمات الجديدة ونعطي نبدأ سريع عن النص إن شاء الله. طبعا these are the new words، هذه الكلمات الجديدة. طبعا reasons or qualifications طبعا اللي هي criteria، مطلوب من الطالب يستبدل الكلمة اللي تحتها خط أو الأجزاء اللي تحتها خط، هيك بيجي سؤال في الامتحان، لكن مطلوب منك تقرأ برضه في نفس الوقت الجملة لو جاءت بدون هذا الكلام. يقول لك مثلا What are the space for being accepted on the course؟ شو ما هي المعايير المطلوبة منك حتى تقبل في هذه الدورة؟ فما احنا هنشرح بس اللي تحتها خط، فأنت مطلوب منك تقرأ كل الجملة. طبعا left out اللي هي left out dropped يستبعد، mixture أو off اللي هي mixture of معناها combination مزيج of، deciding which is acceptable معناها judging حكم، not based on personal opinions معناها objective موضوعي، says it's impossible to include بمعنى rule out يستبعد أو يستثني. طبعا left out rule out يستبعد أو يستثني. نشوف مع بعض النص اللي هنتحدث عنه اليوم إن شاء الله. We'll read the text quickly then find answers to the questions in activity 1. اقرأ النص سريعا لتجد إجابات للسؤال الموجود في النشاط رقم 1 اللي تو قلنا عنه. أي من الرياضات التالية مدرجة في الألعاب الأولمبية؟ في عنا 4 texts، عنا 4 نصوص. We have to match each title for each paragraph. راح نوصل كل عنوان أول شيء لكل فقرة مناسبة. طبعا ناخد سريعا بشكل عام عن ايش بتتحدث الفقرات. بتتحدث عن الاي او سي الفقره الاولى اللي هي انترناشونال اولمبيك كوميتي، اللجنه الاولمبيه الدوليه، هي اللي بتقرر تدرج او على اي اساس تدرج الرياضات او لا تدرجها. الفقره الثانيه بتكلم عن حاجه اللعبه او رياضه البيسبول كانت مدرجه وتم استبعدوها، شوف شو الاسباب لذلك. في الفقره الثالثه بتكلم عن مثالين اللي هي للرياضات اللي هي سكواش وسبيد ووكينج. في الفقرة الأخيرة طبعا بتحدث عن اللي هي معايير الكاتب الخاصة اللي هي my two personal rules for اللي هي judging serious sport، الحكم على الرياضة أو على الحكم على التسجيل في الرياضة، التسجيل في أي رياضة. طبعا في عنا 4 عناوين ناخدهم قبل ما نروح على ايه على النص ونقرأ. طبعا بيقول لي اللي هي ايه two examples of strange decisions، اي فقرة بتتكلم عن مثالين لقرارات غريبة. what makes an Olympic sport، ما الذي يجعل الرياضة أولمبية. how the IOC works، كيف تعمل اللجنة الأولمبية الدولية، هذا هنستبعده لأنه مش مستخدم. my own criteria معاييري الخاصة، معايير الكاتب. a change of mind تغيير الرأي، تغيير الرأي. Let's start with the text. خلينا نبدأ بالنص. The writer says، الكاتب بيقول there are limits to how many sports can be included in the Olympic Games. يوجد قيود على عدد الرياضات التي يمكن إدراجها في الألعاب الأولمبية.
يوجد قيود، يعني الأمر مش مفتوح، في حدود، في قيود لذلك. In the 2012 Summer Games، في ألعاب الصيف 2012، there were 26 sports، طبعا كان يوجد 26 لعبة. And the International Olympic Committee، واللجنة الدولية الأولمبية الـ IOC، have added two more for 2016، أضافت رياضتين في 2016 وهما جولف اند رجبي سيفنز، وهما الجولف والرجبي سيفن، ليصبح في 2016 عدد الرياضات الموجودة بدل 26 28 اللي هو 28 سبورتس، 28 رياضة. طبعا احنا بنيجي للسؤال الاول اللي هو قال لي ما هي الرياضات، اي من الرياضات التاليه المدرجه؟ هتكتب اول تنتين جولف اند رجبي، ونكمل مع بعض نشوف مين منهم مدرجات. يقول there are various criteria، يوجد معايير مختلفه that the IOC bases its decisions on، تعتمد اللجنه الاولمبيه في قراراتها عليها. طبعا it اللي هي بتعود على الاي او سي. نشوف شو هي القرار المعايير اللي بتعتمد عليها اللجنة الأولمبية الدولية في إدراج أو عدم إدراج الرياضات. But the most important، أكثر أهمية، is probably، من المحتمل، اللي هي international popularity، الشهرة العالمية أو الدولية، الشهرة العالمية أو الدولية. إذن أهم معيار لإدراج الرياضة في الأولمبيات إنها تكون مشهورة عالميا. واللي هنا sports، الرياضات، tend to، تميل إلى، get included، أن تدرج، if they طبعا الرياضات، إذا هذه الرياضات have a traditional، لديها تاريخ ماضي، لها تقاليد، are played and watched by enough people in enough countries، لعبت وشوهدت بعدد كافي من الناس في عدد كافي من الدول. إذا أهم شيء في الرياضة، أهم معيار للرياضات الـ International Popularity، والرياضات بشكل عام تميل لأن تدرج إذا كان لها Tradition اللي هو تاريخ، إنها من قبل يعني لعبت وشوهدت بعدد كافي من الناس وعدد كافي من الدول. طبعا ما في تقريبا غير الضمير هذا، والضمير هذا في الفقرة، الفقرة بشكل عام تكلم اعرف اللي هي الـ IOC، لو قال لك stands for لايش بترمز، هي اللي هي International Olympic Committee، لو قال لك العدد الرياضات how many sports in 2012 في 2012، how many sports in 2016 عدد الرياضات في 2016، طبعا تتكلم عن يقول لك golf and rugby was included in the 2012 summer games، كانت مدرجة، طبعا فوز، لم تكن مدرجة. نشوف طبعا قبل ما نروح على الفقرة الثانية، شو بتتوقع عنوان مناسب لهذه الفقرة؟ العنوان المناسب لهذه الفقرة اللي هو What makes an Olympic sports، ما الذي يجعل الرياضة أولمبية، ما الذي يجعل الرياضة أولمبية. Let's move to the next paragraph، خلينا نروح على الفقرة اللي بعدها. بقول لي This leads to some interesting questions، هذا يقود أو يؤدي إلى بعض الأسئلة المثيرة أو المدهشة. Why for example، لماذا على سبيل المثال was baseball included from 1984، كانت مدرجة من عام 1984 but then dropped، تم استبعدوها for 2012 في العام 2012. طبعا included اكتب فوقها excluded كمان غير الكلمات اللي موجودة عندك، او عكس excluded استبعدوها، يستبعد exclude، include يدرج، exclude يستبعد. طبعا بيسأل الكاتب ليش استبعدوا هذه الرياضة رغم انها كانت موجودة من عام 1984 لغاية 2000 ومتم استبعدوها في 2012. بقول لي although some think it's only popular in the USA، على الرغم من أنه البعض يعتقد أنها مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية United States of America، it نعلم هنا طبعا it بتعود على البيسبول، it actually has a large following in South America and Asia too، إلا أنه إلها وفي الواقع طبعا إلها متابعين كثيرين في أمريكا الجنوبية وآسيا أيضا، يعني هي مش بس مشهورة في أمريكا، أيضا في أمريكا الجنوبية وفي آسيا مشهورة هذه الرياضة.
The main reason for leaving it out, السبب الرئيسي لاستبعادها. علم على كلمة leaving it out، طبعا it هذه علم عليها ثالثة. السبب الرئيسي للاستبعاد according to some وفقا للبعض is a combination of politics of geography and politics، هو مزيج من السياسة والجغرافيا. طبعا يعني مستبعدين هذه الرياضة لأسباب سياسية وجغرافية، for geographical and political reasons، لأسباب سياسية وجغرافية. There is little interest in the sport in Europe، يوجد اهتمام أقل بالرياضة في أوروبا. وعلم على السطر هذا مهم، يوجد اهتمام أقل بالرياضة في أوروبا، يوجد اهتمام أقل بالرياضة في أوروبا. إذن the sport it leaving it و the sport كلهم بعودوا على مين؟ على لعبة البيسبول. طبعا هنا الفقرة الثانية بتحدث عن اللي هو a change of mind، تغيير للرأي. تغيير للرأي ببساطة لو قال لك التاريخ خدع على مين بعود البيسبول و was included، كانت مدرجة اللعبة في العام اللي هي 1984، 2012 دروب استبعدت. طبعا المين ريزون، السبب الرئيسي لاستبعادها دروبت او ليفينج ات اوت، طبعا اللي هي جيوغرافيكال اند بوليتيكال ريزون، اسباب سياسيه وجغرافيه. طبعا السبورت الرياضه مشهوره في امريكا وساوث امريكا طبعا وايجا، وليست مشهوره في اوروبا. شوف الفقره اللي بعديها، فقره رقم 3. Of the other sports not yet included، نركز رياضات لم تدرج بعد، يعني أنا اللي بدي أتكلم عنها الكاتب هل قلت لسه مش مدرجة. One that stands out، واحدة تميزت أو برزت اللي هي السكواش، لكن بارزة ومميز لكنها لم تدرج. It has a long tradition، إلها تاريخ طويل. هاي من الشروط المفروض توفر في الرياضة، هاي موجود فيها شرط من الشروط. And is played all over the world، ولعبت في جميع أنحاء العالم. وإيش كمان؟ في كمان ميزة ثالثة إلها، It's also more obviously a real sport than other Olympic sports، وهي رياضة واضحة وحقيقية أكثر من بعض الرياضات الأولمبية. إذن ثلاث صفات لهذه الرياضة رغم أنها مش مدرجة، إلا أنها فيها متحققة فيها الشروط، إلها تاريخ طويل ولعبت في جميع أنحاء العالم اللي هي international popularity، وكمان الرياضة واضحة وحقيقية أكثر من بعض الرياضات الأخرى الموجودة في الألعاب الأولمبية. راح نشوف أسئلة الامتحانات ونجاوب عليها إن شاء الله، لأن هذه وردت في الامتحان سابق قبل هيك، ونشوف أسئلة وردت على هذه الفقرة إن شاء الله. قولي in fact، الكاتب في الحقيقة it's more mysterious why certain sports are included، اللي هو شيء غامض جدا لماذا بعض الرياضات تدرج في الأولمبيات، يعني في غموض من وجهة نظر الكاتب انه ليش بدرج بعض الرياضات. يعني هذه الرياضة هتكلم عنها هي مدرجة لكن الكاتب مش راضي عنها. Take speed walking for example، ناخد على سبيل المثال المشي السريع. A long standing Olympic regular، طبعا رياضة متلازمة او موجودة في الاولمبيات منذ زمن بعيد. نشوف قوانين هذه الرياضة. The rules say قوانين طبعا الرياضة المشي السريع مدرجة بتضيف للجولف والرجبي 7، هي ثالث لعبة مدرجة في الألعاب الأولمبية من الرياضات أو الصور اللي شفناها من فوق. The athletes have to have both feet in contact with the ground all the times، طبعا من قوانينها أنه العدائين يعني اللاعبين اللي بيجروا يجب أن تكون كلتا قدميهم متلاصقة مع الأرض طوال الوقت. الشرط الثاني والقانون الثاني في هذه اللعبة must keep their legs straight، ويجب أن تبقى أقدامهم يعني رجليهم مستقيمة. their legs اللي هم الأتلتس العدائين. the result to me، النتيجة بالنسبة لي يعني وجهة نظر الكاتب بالنسبة للرياضة، me writer at least على الأقل looks very silly، تبدو سخيفة جدا. إذن دير بتعود على الأتلتس اللي هو العدائين، أتلتس العدائين. طبعا هذا بتحمل عنوان two examples of strange decision، مثالين لقرارات غريبة اللي هم مثالين لقرارات الغريبة اللي هي سكواش وسبيد ووكينج، يعني هذه كان فيها كل الشروط متوفرة رغم هيك مستبعدين، وهذه سخيفة من وجهة نظر الكاتب فيجب استبعادها. مثالين لقرارات غريبة two examples. شوف the last paragraph، آخر فقرة.
more importantly أكثر أهمية طبعا أو الأهم من ذلك it breaks one of my two personal rules for judging serious sports because it puts artificial limits on what can be done. فهي تحطم واحدة من واحد من اثنين من القواعد الشخصية للحكم على الرياضات المهمة لأنها تضع حدود مصطنعة على ما يمكن القيام به. This is why I can't take any sport seriously if it involves doing something in water that is more naturally done out of water. ولهذا السبب أنني لا يمكن أن أتخذ أي رياضة على محمل الجد إن كانت تتضمن عمل شيء ما تحت الماء وهو بطبيعته يمكن عمله طبيعيا خارج الماء. هنا بتكلم الكاتب عن قاعدة الشخصية اللي هو القاعدة الأولى not putting artificial limits on what can be done. إذن القاعدة الأولى للكاتب هي not putting artificial limits on what can be done. القاعدة الثانية اللي الكاتب بيحكي فيها my other rule قاعدة الأخرى is that هي أن scoring has to be objective أن التسجيل يجب أن يكون موضوعي and measurable قابل للقياس not a matter of opinion ليس رأي شخصي and of course وبالطبع both of these criteria كل من هذين المعيارين طبعا المعيار الأول not putting artificial limits عدم وضع قيود مصطنعة على ما يمكن القيام به. القاعدة الثانية بتكلم عن التسجيل انه يكون موضوعي وقابل للقياس ليس مسألة رأي شخصي. هذه القاعدتين اللي تكلم عنهم قواعد الكاتب الشخصية would rule out ستستبعد everyone's favorite example of an Olympic طبعا النموذج المفضل للجميع في الأولمبيات. هو الكاتب هنا بيحكي إنها ليست رياضة نن سبورت بيعتبرها زي نشاط وهي السباحة المتزامنة اللي هي synchronized swimming السباحة المتزامنة اللي هي synchronized swimming. إذن هنا الكاتب ما بيعترف بالرياضة بالسباحة المتزامنة هنكتب عنها نن سبورت غير رياضة. طبعا بالنسبة للضمير it breaks اللي هي بتكلم عن speed walking المشي السريع بتكلم هنا عن المشي السريع. قلنا two personal rules because it puts لأنها تضع طبعا أيضا هي it هنا كمان بتكلم عن speed walking تكلم فيها عن speed walking. طبعا اللي هي عنوان الفقرة هذه المناسب my own criteria معاييري الخاصة. خلينا نشوف مع بعض اللي هو أسئلة الكتاب الصح والخطأ من ثم نشوف أسئلة الامتحانات إن شاء الله. طبعا decide if the statement's true or false according to this قرر إذا الجملة صحيحة أو خاطئة وفقا للنص. بيقول لي golf was included in the 2012 Olympic Games. golf كانت was not included لم تكن مدرجة في عام 2012. طبعا true صحيحة أضيفت في 2016. baseball is popular in some European countries مشهورة في بعض الدول الأوروبية طبعا false هي مشهورة في South America و Asia وليست مشهورة في أوروبا. the writer suggests speed walking should not be included in the Olympics يقترح الكاتب أن المشي السريع ينبغي ألا تدرج في الألعاب الأولمبية طبعا true طبعا من وجهة نظر أنها سلي سخيفة. The writer gives clear reasons why some activities are not serious sports. الكاتب يعطي أسباب واضحة لماذا بعض النشاطات ليست رياضات جدية. طبعا true في آخر فقرة بتكلم عن معايير الكاتب الخاصة. طبعا هذه الضمار تكلمنا عنها they على sport و it على كل واحدة في النص الموجودة في نشوفهم مع بعض. طبعا دي على سبورتس ات على البيسبول ات الثاني على السكواش وات على سبيد ووكينج. خلينا نشوف مع بعض اسئله الامتحانات. طبعا في البدايه بيقول لي ماتش ذا هيدنج وذ ذا سوتابل باراجرافس بيوصل العناوين مع الفقرات المناسبه تقريبا تو وصلنا لكم اياهم في النص. decide whether each of the sentences true or false قرر اذا هذه الجمله صحيحه ام خاطئه. بيقول لي there were 26 sports in the 2016 summer games طبعا بقول لي يوجد 26 لعبة
او رياضه في العاب الصيف 2016. طبعا فولس لانه 28 ضافوا تنتين. بيسبول از ويل نون ان موست يوروبيان كانتريز، بقول لي لعبه البيسبول مشهوره في معظم الدول الاوروبيه. طبعا فولس صياغه ثانيه ليك نفس جمله الكتاب. خطا. The writer suggests that speed walking should not be included in the Olympics. نفس جملة الكتاب، إنه الكاتب بيقترح إنه المشي السريع يجب ألا تدرج في الألعاب الأولمبية. إجابة صحيحة. شوف سؤال كمبليت سهل إن شاء الله، أكمل الفراغ. بيقول لي the IOC included space and space. بيقول لي اللجنة الأولمبية الدولية أدرجت جولف أند راجبي 7 for 2016 Summer Games في ألعاب الصيف 2016. According to some، وفقا للبعض، بيسبول واز ليفت اوت، استبعدوا او استبعدوا اللي هو لعبة البيسبول في 2012 فور جيوغرافيكال اند بوليتيكال ريزون، زي ما شرحنا لكم اللي هي لأسباب جغرافية وسياسية. لأسباب جغرافية وسياسية. جيوغرافيكال اند بوليتيكال ريزونز، علم على ريزونز. طبعا وهي بيسبول ليفت اوت، طبعا استبعدوها، يعني تقريبا الامور واضحه وسهله الاسئله. بيقول لي في السؤال اللي بعديه، انسر اكوردنج تو ذا رايتر، وفقا للكاتب، واي شود سكواش بي كونسيدرد از ا جيم ان ذا اولمبيكس، لماذا ينبغي ان نعتبر السكواش كلعبه اولمبيه؟ طبعا فيها ثلاث شروط حكينا لكم عنها. بتشوف في كلمه سكواش كمل من بعديها اللي هي تراديشن، لها تاريخ، بليت اول اوفر ذا وورلد، لعبت في جميع انحاء، اند اتس اريال سبورت، وهي رياضه حقيقيه. وات ار ذا رايترز كرايتيريا فور سكورينج ان سبورتس، ما هي معايير الكاتب للتسجيل او التهديف؟ طبعا سكورينج هذه الكلمه اللي هي ميجرابل اند اوبجكتيف اند ميجرابل، طبعا تكون اوبجكتيف موضوعيه وقابله للقياس، نوت A matter of opinion، ليست مسألة رأي شخصي، ليست مسألة رأي شخصي. طبعا هذه كلهم مرينا عليهم الضمائر، ارجع للنص والفيديو في البداية هتلاقي كل الضمائر مرينا عليها. هذه الأتليتس العدائين، دي السبورت وده سبورت اللي هي الرياضة اللي تكلمنا عنها. طبعا الرياضة اللي تكلمنا عنها أنا طبعا اللي هي البيسبول، اللعبة أو رياضة البيسبول. كان هذا الدرس الثاني من الوحدة التاسعة عن الرياضة أيضا. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح أعزائي الطلبة. كان معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس.